اليوم اكتملت الإجراءات القانونية بشأن هذه الجريمة البشعة. لا عقوبة ستعيد أحباءنا إلى الحياة. نحن نحترم نظام العدالة، والمجتمع المسلم في نيوزيلندا وغير المسلم أيضا، جميعنا نقف في مواجهة الكراهية سواء كانت من منطلق ديني أو عرقي أو أي أيديولوجية أخرى. فالمتشددون جميعا يعبرون عن الكراهية، لكننا اليوم هنا نعبر عن المحبة والتعاطف، مسلمون وغير مسلمين، متدينون أو غير متدينين. إننا هنا شعب نيوزيلندا، ونحن فخورون للغاية لكوننا مسلمين في نيوزيلندا، وسنواصل خدمتنا لهذا البلد. ومرة أخرى، لا عقوبة ستعيد إلينا أحبتنا، وهذه هي مشاعري. أشكركم. نشعر بالارتياح، الارتياح التام. لقد أرادوا أن يبدو متماسكا قدر الإمكان. لقد سعى لإظهار أنه لا يبالي. الخسارة فادحة للغاية، لكن مرة أخرى نحن نحاول المضي قدما، وما يجري اليوم سيجعلنا نمضي قدما. مشاعر مختلطة، حزينة وسعيدة. أتذكر كل شيء حدث.